لك خيالها وامطر سما جايزه تحمل مقامه الاولويه مرتفع بين الجوايز مستوى حطها رجل مواقفه قوي. أن مرقيبة تحتاج إلى يد عاملة ولجان منصفة الحق، وأنا أرجو من إخواني اللي يجون في اللجان في كل شيء، لجان التحكيم أو لجان تنظم للمرقيبة، يقومون بالوجه المطلوب، يراقبون الله سبحانه في السر والعلن. سمعت مني. وما بعض الناس اللي يطرح اسمه للجان ويصوت له عددا من الأشخاص هو لا يملك القدرة الكافية إنه يجي في التحكيم إلا بالأصوات، قدموا فلان وجيبوا فلان، هذا ضر مرقيبة وخلى استبعاد كثير من المشاركين، استبعدون والنفر من مرقيبة والاستبعاد عنها. كان في ناس يمارسون النخب وكان لهم بصمات قوية، استبعدوا من سنين طويلة وصدروا عن مرقيبة بسبب عدم التوازن وعدم التحكيم، والتحكيم آليته ينقصها أشياء كثيرة. أولا المفروض أن الرجل اللي يجي فيها يكون عنده خبرة كافية، ويكون من الناس اللي مارسوا الشراء والبيع النوادر من الإبل والشراء الغالي، وشراه لنفسه أو شراء لشخص وعرف بصمته وقدم للتحكيم بعدالة، إنه يحكم ويعرف الحلصة، مو بيجيب لي شخص يقول أنا والله حكمت بعرف فلان، فلان لقيت عنده 50 فردية بس عنده 2 رديات، وفلان حكمت عنده بعرن زينة وعنده 1 بس ردية، وليه يعني حطيت هالخمسين ما لها وجود والردية عطيتها حقها؟ هذا نقص التحكيم، التحكيم بالنقاط، التحكيم الزيني يعطي حقه عشان الملاك لهم رغبات. أنا أعرف رجال كثيرين كانوا بندفعوا لهم مرقيبة، لكن بعد كل يوم يجي إنسان يشتري بقيم طائلة وبهنا، وبعدين أحصل لي على شيء ما هو لي، ولا يقول لك فلان أبعرك جلاتها وسط ولا جلاتها رز، حين نشتريها بأربعة وبخمسة رأيها، لا غسلها ولا حلقها ولا رتبها ولا شيء، اختارها من بعره بالملايين ونجيبها. ما قلنا ليش ما رتبت ناقتك عشان نشتريها، ولا تجيب لي رجال مبالغ من العمر 80 سنة ولا 70 سنة تحطه في التحكيم، ليش مر عليه هبل خلاص غشيب جاء السكر وقاعد عيونه بس والله أنه مرت علي، بس أهم شيء أنا بعرف لا أنا صوت على هذا ضرت المرقيبة. وأنا أرجي من الملاك، من الملاك اللي هم يقدمون اللجان من ولو بكل الملاك، إنهم يضعون أسماء يضعونها إن شاء الله من جميع القبائل، هاللجنة إنها لجنة تجي من قبيلة واحدة إن شاء الله، من قبيلة واحدة تكون هناك 10 أسماء أو 20 اسم، بيختارون منهم خمسة أعضاء من هالعشرين، يقولون تعال يا جميع الملاك اللي هم حصرا، تعال يا ابن عكيدان، تعال يا فنجال، تعال يا الطيمي، تعال يا الروسان، تعال يا المواد، تعال يا عمير، تعال يا هيف، تعال يا الملاك اللي لهم جولة يعني، وغيرهم من الملاك اللي ما تحضر اسمهم، آسف لو بعضهم ما ذكرت اسمه، سمعت مني إليا ندى بن عشوان، إليا بن دغيثر، إليا شبنان، ليش أقول لك إليا بن قشعان، إليا صاحب بن غنيم، يعني الملاك اللي عاصروا مرقيبة وضرهم شراها وبيعها ونسوا حرارة الشراء والبيع. يعني اخترنا 20 مالك أو 30 مالك يعني من هالنخب ومن هاللوائل ومن هالمراكز اللي عندهم جدارة، كل رجال يحذف له الصوت على عدال أو الأعضاء، والله فلان جاء 5 أصوات من الملاك نطلع، مو بنجي أقول والله قدموا فلان، سجلوا فلان، حطوا فلان، فلان على ما قال لي بعضهم يصوت على عشان فلان قدمني وفلان جابني. وبعدين الأعضاء هذا نجوح مرقيبة، ودنا إن حنا بعد نتكاتف عليها عشان ننجح المهرجان وننجح كل شيء. ليش الناس انسحبت؟ يعني في ملاك راحوا من مرقيبة هالنخب وهالدور، لا قال انا ماني مجبور انذر مالي وبعدين ما حصلني به، انا ودي انتنافس انا ورفيقي ولا ازعل من رقمي ياخذه، لكن طلعني بالحقيقه، حكم لي بالنقاط، حكم لي بالجمال. انت اعطيت الرضيه حقه، تقول اعطيت هذا عندك 5 عند فلان، لا بس انا عندي 80 فرديه، عندي 20 فرديه، فلان ما عنده 2 ولا 3، ليش ما اعطيت الزين حقه؟ انت يا عضو هاللجنه انت صادق. جائزة عبد العزيز العالمي.